السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم متابعينا الكرام، متواجدين في قناة تاعنا صنع التاك الجزائري، هي قناة الخاصة بنا في الفيسبوك اللي تتجاوز حوالي 18,000 مشترك. مرحبا بالجميع. كما شفتوا في الفيديو راح نطرقوا لأجهزة استرصاد لعام 2023، وراح نحو لبعض الإبهام لبعض الزبائن الخاص بأجهزة استرصاد، منها الجديدة وخاصة جهاز التيترونت برو وجهاز 7060 من ناحية السعر والمزايا الخاصة بالجهاز. كما راكم تشوفوا هنا عندنا جهازين من شركة ستارسات 2023، كما راكم تشوفوا هنا 7060 و 8060، تقريبا الجهازين نفس المواصفات. كما راكم تشوفوا هنا الجهازين يأتيان ب 12 شهر سيرفر فورفر اس او وعام كامل ابولو. كما راكم تشوفوا هنا هذا الجهازين نفس الميزات، نفس لافورم الخاصة بالجهاز، يختلفان في لافورم الخاصة بالجهاز واللون. هو هذا الجهاز 68، جهاز جميل جدا من ناحية الوزن. وزن 68 أكثر بكثير من 7060. كما قلنا يأتي بسيرفر فورفر 12 شهر وأبولو عام كامل. ميزات جميلة جدا، يدعم تايم شيفت الاش 265 كما راكم تشوفوا هنا، يقبل حوالي أكثر من 8000 قناة ملتي ستريم، تايم شيفت، الصوتيات إلى غير ذلك. كما راكم تشوفوا هنا يأتيان جهاز نفس المنافذ، كما راكم تشوفوا هنا منفذ دينامبي، منفذ الخاص بالأوفيشور، منفذ الاش دي ام اي، منفذ الاي في، منفذ اليو اس بي ومنفذ الباور. اليو اس بي فيه زوز منافذ، وياتي بالمنافذ اكيد تشغل الجهاز وزيادة الصوت وانقاص الصوت. ومنفذ الاراس 232 في حالة اي عطب تقدر تعمل له فلاش للجهاز. تيليكوموند كما عودتنا شركة جيون، وهي خاصة بالجهازين، نفس المواصفات لجهاز 7060 و 8060 و تيترونت برو. من ناحية الإبهام راح نقول لكم باللي الجهازين من شركة استرسات 2023، وهناك جهاز آخر اسمه نفس الجهاز 7060 و تيترونت برو، النسخة القادمة اللي راح يجي فيها 15 شهر سيرفر وشهر فقط أبولو، هذيك النسخة القادمة، ويختلفان أكيد في السعر من ناحية السعر الخاص بالنسخة القادمة والنسخة الجديدة. لكن حاليا أكثر الأجهزة في الأسواق هي النسخة الجديدة 2023. من ناحية السعر النسخة القادمة حوالي 490,000 إلى 450,000، هذه النسخة الجديدة اللي تجي بسعر تقريبا 650 إلى 620 حسب المكان اللي يتواجد فيه الجهاز. حاجة زينة في الجهازين أنه يأتي بدوبل لافيشار، كما راكم تشوفوا هنا في العلبة يجي دوبل لافيشار، هاهي في حالة توقف لافيشار الخاص الخارجي راح تلقى لافيشار الداخلي يشتغل بصفة عادية. كما قلنا ميزات جميلة جدا من شركة ستارسات، من ناحية جودة الصورة أفضل بكثير من جودة الصورة الخاصة بشركة جيون، ويدعم العديد والعديد من التطبيقات المتواجدة على أجهزة ستارسات خاصة 68 و 7060 و تيترونت برو، نفس المزايا تقريبا والعديد والعديد من المزايا كما قلنا. والشيء الجميل أنه شركة ستارسات دوريا تقوم بوضع تحديثات، لهذا ننصح الزبائن يدوا جهاز استرصاد. وايضا راح يتوفر من شركة جيون امكات ميني ايفو اكثر طلب، هذا ايضا جهاز جميل جدا. على كل حال هذه بعض المزايا الخاصة بال 7060 و 8060 2023، وايضا تيترونت برو نفس المزايا للاجهزة 2023 من ناحية السعر، كما قلنا تقريبا نفس السعر. والشيء السلبي انه الجهاز لا ياتي بكابتور في العلبه، لازم تشتري له كابتور خارجي لاضافه الانترنت على الجهاز. انه صنعت هذا الفيديو بسيط جدا، غالبا سنقوم بوضع فيديوهات حول كل جهازين، فيديو خاص بجهاز 7060 و 8060 و فيديوهات قادمه ان شاء الله. للقاء في جديد الفيديو.